انا ولد عمو خويا نيس، حنا مع العائله محترمه مربين في واحد البلاصه وعائله وحده، ماشي واخا ولد عمي خويا. خويا الحمد لله كان دري طيب ودري مزيان، ولكن لا اله الا الله ربي بغاه الله بالك الحمد. كنشكروا الناس اللي واقفين معنا كاملين، الناس اللي ضربوا معنا تمر الله يكثر خيرهم، الناس اللي وقفوا معنا كاملين الله يكثر خيرهم. السي محمد راجل طيب ديما ضاحك ديما عنده البسمه في وجهه. والله خويا يمكن العيد الكبير ديال العام الفايت، هذا العيد الصغير ما جاش، كان قال العيد الكبير ان شاء الله غايجي الساعه ما كتب شيء. اخلاق ديالو طيب هو احسن منا، ماشي غير جرحنا تقطعنا القلب ديالنا، تقطع القلب ديالنا كامل تقطع بين العالم. الليل البارح ما وصلنا السما، ما وصلنا الارض. الحمد لله هاد المود ديال السي محمد ما تيقناش كيصونيو علينا كيقول لك مات، كنقول لهم راكم غير كتكذبوا علينا. راه السي محمد مازال حي، راه ربي اللي عالم علينا. وكنشكروا جميع الناس، شكرا. لا ما رد قدر الله، انا لله وانا اليه راجعون. اخويا راه ما نقدرش نقول لك شي حاجه عليا، داك السيد راه من العائله، وداك الشيء اللي غنقول لك عليه راه قانون النسيب ديالو البارح، ما عندي ما نزيد نضيف. راه هو داك من اطيب خلق الله اخي، ما غاديش نتسلق ما فضلتو قدامكم. راه داك السيد ما يتعودش كاع ابدا، راه مقلع لي داك الناس بحال هذاك السيد، راه نادر ما تشوف بحالو. اخويا راه ماشي غيتسلمنا، حنا بايتين من البارح ما شفنا لا نعاس لا ماكله لا حتى شي حاجه. راه داك الشيء نزل علينا بحال شي صاعقه. هي ولد هذه بنت خالتها ديال المراه ديالي، كلشي راه داك السيد راه محبوبها، هما الناس القنيطره يعاودوا لك على داك السيد. راهم البارح كانوا كيهضروا فيه بداك الشيء غير بالخير، ما قالوا شي حاجه في داك السيد كاع اللي قبيح. هما الدراري سابوهم يعاودوا لك، راه كانوا البنيتات غادي يمشيو غدا عندهم، مقطعين البيض ديال التران باش يمشيو غدا عندهم. كنا نفس الضائقة الموت اخويا. خويا نزل عليك شي بحال الصاعقة اخويا، كنت في الدار تصوناو عليا، طلع كنت في فاس قالوا لي طلع ما عرفتش اخويا شنو كاين. انت طلع كنتفاجئ بهذا الشيء اخويا، اش نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحمه ويوسع عليه والله يتجاوز عليه. شوف اخويا بلا ما نحتاجش نقول لك، انا راجل اخت ديالي ما حتاش نقول لك انايا شنو كاين. الناس راهم حاكمين، عارف شنو كاين. راك درتي شي جواب مع الوالد ديالي البارح، وهو راه قال لك شنو كاين اخويا. ولا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحمه ويوسع عليه. وكنطلب من المغاربه يدعوا معاه بالرحمه والمغفره.